FM أحلى راديو. 9:05 رجعنا معكم في كلام القلب موسين حتى العشرة متاع الليل. هذه ساعتنا الثانية. موضوعنا اليوم إذا عشت الحب من النظرة الأولى، إذا شفت شكون مرة من وقتها ما تنحاش من بالك، من وقتها وهو في البال راسخ، نظرة وحيدة ولقاء وحيد، وإلا فما صدفة أخرى جمعتكم وخلتكم تعيشوا قصة كاملة، قصة حب من النظرة الأولى. معانا سارة، نكملوا معك تليفون. سارة، لو سالة سارة. أهلا بيك سارة. كنا بدينا قبيل القصة قبل الأخبار، حكينا على تجربة عشتها في الطيارة من النظرة الأولى. أما قلت لي عندك تجارب أخرين قدر هذيك وفات. ما فسيت كما هي تقول. أنا ما نحبش، أنا ما نجمش نحب طارق، مستحيل نحب. لحظة، لازمنا نقفوا هنا. كيفاش؟ ما نعرفش، ما نجمش نحب. كي نلقاهم نكون مضروبين شنو يخليوك حتى تحب، ما يعطوكش حتى فرصة ولا باش تخمم، ما تقولش عليا، ما نعرفش يختصب لك قلبك ولا فهمت. ما نجمش نحب. ما نحبش مثلا تو نتضرب فيه مثلا عجيب، بعد في الاخر يطلع شيء، يطلع زيرو ولا شوف في مخي والكل ما فهم حتى شيء. فهمت؟ اللي يقول ما نجمش نحب، ايه معناها هو يعرف ايش معناها نحب، معناها راهو حب قبل مره على الاقل. لا احنا نعرفوا شنو، ما نعرفوش يا اخوان، ما نعرفوا الحب. يا بارك، شو بابا، شو اسمن الهم، شو يقول لك ثم حب من المعامله، ثم في سياق معامله معينه، معامله معناتها غايه اللطف. غايه في اللطف وغايه في الاحسان وغايه في كل شيء معناتها. نجم بطل، فما شيء يرجع، ما فما حتى شيء يرجع قلبي، ما عادش معناتها. احنا صار خرجنا شو هو موضوعنا، الحب من النظره الاولى وكذا، ولكن انت خرجت بينا مثال. شو هم يحبوا يا طارق؟ هم اللي يحبوني من النظره الاولى. هما فما شكون حبوك من النظره الاولى؟ مش واحد، مش اثنين، مش عشرة، مش انا. اعطيني قصة من القصص. نعم، اعطيني قصة اخرى من القصص. ما تهزين قعدوا حبوني، ما هزوا. كيفاش؟ ما نجمش نبدل معناتها، ما نجمش نكلمهم، ما نجمش حتى نغفر لهم حتى بالعين، ما نجمش. رسول الله، انت زواجك كان عن حب سارة؟ ليه مستحيل. جملة، شي جبت صغار الله. نعم، جبت صغار. جبتي ربي يخليهم لك. عايشه انا غزمون غلب يا طارق، ما جمتش الحقيقه. خرجت اليوم 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 في الصباح، انا هبطت من الكهرباء متعديه، السيد مش قص عليه معناتها، كان مش يتعدى قدامي، وخر التالي ومد هيك بيده، معناتها تفضل لي مدام، تفضل ومحليك في الابيض. شنو يا سارة يذولي نحكيه على يذولي كل مرة أنت سارة ملك جمال تونس يذولي. ها يقول لك اسمن على خاطر في كل مشية تمشيها راك تحدث ضجة. نعم صحيح. شنو هي السر؟ هي صحيح. وين لو كنت راني أنت إلا بتتخبط على ذيك، ما حبيش تقولي على عمرك أنت. ليش يقول لك اسمن شيء اسمعني قلبي يبكي بحرقه، راني يبكي بحرقه، خاطر منجم نعمل حتى شيء به الحب، منجمش يقعد متعذب، ونجمش معناتها منجمش نكذب ولا منجمش معناتها نصد نرفض نفكر بين الكل، نقعد عايشه في ترنيشة كنضحك ولا حاجه معناتها، هيك الضحكه بتاع وليده الموقف ولا الساعه كهو. صدقني نحكي فيه كل بصدق، هكا ربي يشهد عليا. اش معناها ما فماش حب وساعات فما شكون يغتصب لك قلبك؟ قلت هي لي قبيل. اي برشا مش يحبوك لدرجه درجه خياليه، انت فما وصل شكون عطاه لبنتي، عطاه لولدي، عطاه مش بنتي لولدي جواب وكل امك تطلق نحب نحرس بيك. سارة تعاني من الجمال انت؟ نعم تعاني من جمالك؟ ياسر جايب لي مشاكل، مش جمال، مش اسمعني، مش روح. سبحان ربي سيخلق مقبول، روح وقبول. ايه
وحتى روح وقبول معناتها كما ما نعرفش ما نعرفش قلتلي انا تحس بروحي كي تكلمتك كيني نعرفك وكيني نتصور ونتخيل فيك وكيني معناتها ما نعرفش سبونطاني على الاخر. هو ما شاء الله عندك قبول من الكلمات الاولى من اللي بديت معان. بالحق بالحق والله من اللي بديت هكا شفت قديش فرحت. هك قلت لي انا كان الراك قلت لي كان الراك زاد حتى انا نتخبطت ما والله يستر قسم بربي الكعبه لا بتدخل بعدك. اي يا فرحه امي بيا. نعم يا فرحه امي بيا. لا لا ما تخافش عاد ما تخبطش عندي ما نعمل لك. ما تحبش تعيش انت اللحظات هذوك والله ما عادش والله ما نحبش نتخبط في واحده معرس. اي بابا ليه ليه اسمعني هي مشاعر هيك مشاعر فراسه هيك تب عليك شويه وبعدين تبرد على روحك. عندك ما تتخبطش مراه معرس هكا وش عادش بيه. اما مش راهو انت تستسهل فيها راه. اما دخول القصص هذم المستحيله من الاول وبرا مثالش نحب ونخرج ايه اش باش يخرجك منه. شنو؟ ايش عليك تحب؟ حبيت وكليت ها؟ حسي والله غالبا برشا طارق اما راه وانا حتى كي كليتها مازلت نحب. نعم؟ انا حتى كي كليتها مازلت نحب. يعطيك الصحة كيفاش تحب والله العزيز شي يبرد. ما نجمتش ننسى يا سارة. كيفاش تحبوا يا كيفاش تحبوا؟ كيف نوع الحب غريبة ما نجمش. أنا ما خلاني حتى حد نحب. تعرفوا العشق سارة؟ عشق اللي يوصل لشغفة؟ يعني عشقتش؟ ليه شغف لوطة عاد هما تعلق فتعود فشغف فحب فعشق فهويم. العشق المرحلة العالية قبل الأخيرة. في العشق سارة نتأقلموا أما ما ننساوش نقعد نحب. أما نتأقلموا إنه الطرف الآخر مش معانا مثلا اما لا ننسى شخص هنا نحس معه ونشاطر في ما نجمتش ما نجمتش نهار مش من دور انا من صغر تزيد معناتها حتى وقت انا معرفه وزيد معناتها برشا برشا حاجات معناتها فما نهج حتى مشى معناتها من الهرب مشى حتى الكويت مشى برشا حاجات برشا برشا هجوا مني برشا برشا معناتها انا نحكي لك براس ما نحكي لك بجد زاده. لازمنا حديث مطول ساره حتى بالك نحكي لك قصه من اللي عشت هنا قد اقنعك اللي فما بوتيتر الحب الكبير. الحب الكبير والله في العالم راه ما نغش في فاش قصه عاديه. اسمعني تحب انت بشر كما هو تجب تحب بشر كما هو كما هو انا حبيت كما هي. لقيت فيه والقيمة كلنا مانيش كلنا سبحان الله مانيش كاملين معناتها فهم كل بشر فيها كمال الله اي ما تتقبلوا معناتها. انا حبيت امراه حبيتها كما هي بكلها يعني. حليك يعطيك الصحه ولا ساعدك يا بختك. وين يا بختي مشيت هي على روح. علاش مشيت؟ مكتوب قالوا مكتوب قالوا مكتوب والله اعلم. لا مكتوب مكتوب مش قالوا لا مكتوب هذا هم اللي المقابلة اللي معكتوها مكتوبة مكتوبة في الأجل مكتوبة في الأجل كما اللي يزيد ولا يليت العمر يرجع لتالي. يليت العمر يرجع لتالي اي علاش؟ تشكيك يرجع معناتها يرجع بين فترة الشباب. اه قداش عمرك انت تو؟ يوقف عمري. شكرا لك سارة اللي شاركتنا القصص والتجارب متاعك ونظرتك للحب من المنزه نوف تحديدا. شكرا لك سارة اللي دخلت معنا وشاركتنا القصة متاعك. موصلين معكم حتى العشرة متاع الليل في كلام القلب. موضوعنا هو شفت حد مرة وما تنحاش من بالك حد راسخ في مخك نوعا ما نحكيه على الحب من النظرة الأولى. كلمونا على 58 550 709 مع طارق الحناشي على EFM أحلى راديو 9:18 دقيقة. رجعنا معكم في كلام القلب موصين حتى للعشرة متاع الليل. موضوع اليوم إذا عشت الحب من النظرة الأولى الكود فودر. كلمنا على 58 550 709 58 550 709 مش بضرورة
حب كامل من النظرة الأولى نحكيه، حتى شفته مرة وقعد في بالك وما تنحاش من الذاكرة متاعك. نستناو تجاربكم وقصصكم. شوفوا شكون معانا في التليفون. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أخوي. أهلا وسهلا، شكون معانا؟ أنيس من تونس. أنيس من تونس، قداش العمر أنيس؟ 44 سنة. 44 سنة. بي أنيس، احنا موضوعنا شفت حد ما تنحاش من بالك أو الحب من النظرة الأولى، أنت أكيد عندك قصة في الموضوع هذا، فمن أين تبدأ القصة؟ عندي 6 سنين. قصة عندها 6 سنين. أي؟ حبيت طفل، سبحان الله، ريتها قلبي دق 3 دقات بالضبط. وي بي؟ عام 2016 هذا؟ 2016 بي؟ التوى اللي نسيتها. تتفكر النهار يا نيس؟ ما نعرفش، نخدم قهوجي، ريتها تعديت قدامي، خلطت عليها، ما فهمت شيء، قلت لها راني نحبك، عبطت معها في الطريق حتى الاتجاه. لا يا عاد، انت تخدم في القهوة، تدور على روحك في القهوة، تعديت مرة مش تخلطت عليها؟ تعديت طفلة وي. مش تخلطت عليها؟ خلطت عليها المحطة. سيبت الدنيا ومشيت؟ سيبت الدنيا، هزيت الكاسة وهبطت معها هكاكا، ماني فيها التوال. انت ايش تخدم في القهوة انيس؟ قهوجي. سيرفور؟ سيرفور وي. عندك طبق، تعديت قدامك طفلة، حطيتك طبق وخلطت عليها تجري. خلطت عليها نجري المحطرة. يعجبكش؟ يعجبني وي. خاطر بالرسمي ليومنا هذا 6 سنين التوالة تحط من بالي، وما عرستش وما عملت حتى شيء في بالي، وكل يوم جي على بالي. خلينا نعيشوا معاك هالنهار هذا، برا نقولوا نحكيوا على 11 اكتوبر 2016 مثلا. مثلا انت في القهوه، فين القهوه هذه؟ كان تحب تقول في سلام. في سلام بيه. كارتاج بريسك عادي. صالون دو تي ولا قهوه نتاعنا عروب؟ قهوه عاديه ميكس. نو نو ميكس. قهوه عاديه معناها نتاع رجال، مش ميكست. لا لا مش ميكس. بيه تعديت طفلة، حطيت الطبق واندهت. ريتها بالظهر شعرها ارتب محلاها كحل، فلط عليها المحطرة، ريتها كيكة ما نعرفش، سبحان الله حسيت قلبي دق، طيشت الطبق وخلطت عليها. خلطت عليها للتجيم؟ خلطت عليها المحطرة في سلامبو. اي لقار بتاع التجيم. ولقيت روحي طلعت معها في المحطرة وقعدت نحكي معها وحطيت للتجيم. انت مخلطت لها، كلمتها كان في اللانجار في الطريق، مخلطتش كلمتها؟ وي كلمتها كان في اللانجار. صحيح كلمتها كان في اللانجار. علاش فكثني؟ قعدت تكون في جمل ولا شني؟ قعدت نكون في جمل، ما لقيتش جمل. خلطت خويا اللانجار نتاع سلامبو. وي قايله وقت معبي. قايله وي ومعبي. وي ومعبي حتى قصرت انا وطلعت معاها في الترا. طلعت معها في الطريق، قعدت بحذايا وقعدت نحكي معها. لحظة عاد، لو طون جي تران ساعة. ترى امبوسيبل انت خلطته جي تران. أكيد قعدت شوية. قعدت تغزر لها. قعدت نغزر لها. المرة هذه دو فاس عاد قعدت تغزر مقابلها. وي بالطبيعة مقابلها. قعدت نغزر في عينيها. باش نزيدك تفاصيل باش تدوخ. اللي سبحان الله، اللي سبحان الله ايش تصور. واش خلق قول؟ تغزر وتصلي على النبي وتقول سبحان الله اش خلق وصور صلى الله عليه وسلم. بي جيش تجي طريق تونس ولا طريق المرسى؟ طريق تونس. ما شاء الله ديستانس اطول. وي قصيت ولا مرسكي؟ والله مرسكي. مرسكي 800 قعدت في الجيب. هي قصت ولا مرسكي؟ هي ما تصورش كان ترسكي. انا ما نصور هيش ترسك. جمالها بتاع تحترم القانون. اكيد اكيد. ماذا بيا نكملوا بها الساعة الكل القصة بالحق. ترى والله العظيم طلعنا في التجيم يا اخوي. حكينا مع بعضنا. لحظة عاد، مشيت قعدت في كرسي. هي لقات كرسي؟ قعدت كرسي بوزوز كرسي، قعدت بحذاها. ما شاء الله. مشيت انت اخوي قعدت؟ قعدت بحذاها. قلت لها تاكل شوكولاته؟ قلت لي ما نحبش. ديريك دوما قعدت خويا شوكولاته؟ وي وي. لا تنفيسه لا الطقس سخون لا
لا لا عندي طبليه شوكولاته. قلت لها تيك شوكولاته غزلك يا زيتني فاتتني قتلي ما نحبش شوكولاته بالزهر. ولا انت في الثنايا خذيتها وانت شوكولاته تريس تريس يا ودي ما تسمي ليه يا نيس ما تسمي ليش شوكولات هي فوقك بالزهر ولو انت تتبع فيها مش تخذيت واحده قلت نستحق جون سي با لقيت حماس خذيت من عنده طبليه شوكولاته حسيت شيء خذيتها بالعاني وسيله اصطياد نعم وسيله للاصطياد شوكولات الله اعلم اما انا حسيت ريقي شايح والله مش وسيله للاصطياد مديت لها اخويا شوكولاته قلت لك ليه صح ما كنتش نخمم في الخايب معاها معنى جوست لو مو ليه انا نحكي لو الاصطياد اصطياد المشاعر يا ودي مش حاجه خايب مشاعر وي مشاعر ايه ميتافور هي اصطياد لحمي شوك سامحني حسيت لحمي شوك وتو نكلم فيك لحمي مشوك يعني عندها 6 سنين لحكايه وحتى مرأة ما نجمت تنسيني فيها حتى صحبت وحتى طلعت وحتى عملت ما نجمت حتى مرأة تمسح من عيني هي سبحان الله سبحان الله شوف لي حل عرفت بعد 6 سنين جيك انت تقول لك شوف لي حل اخويا حتى حاتم بالحاج هذه ما نجمش يشوف لك فيها حل حاتم بالحاج خطر هي كأنه لقب نتاعها بالحاج ما نعرفش بالضبط يزيك شو ما عرفتش اللقب يزيك من الصدف الغريبة بالحق والله 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 أنيس والله والله أنيس ويخوي قصة ملهمة لازمنا نتبع كل التفاصيل قعدت بحذاها في الكرسي قلت لها هاي تاخو تويب على شوكولات قالت لك لا صح قالت لي لا صح كيف قالت هي لك الصح أنيس ما نعرفش حسيتها بتسوميم شوية ولا نو 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 صح عايش خويا ما نحبش صح عايش خويا ما نحبش قعدنا نحكي ونتعرف عليها شو اسمك محليك عادي حكيت نورمال عادي قالت لك اسمها قالت لي اسمها وما حبش تقولي كيفاش تخدم اسمها في قديش من حرف نعم اسمها في قديش من حرف 4 باش يوف بالماء يبدا بالماء ويوفى بالماء يبدا بالميم ويوفى بالميم وي يا ربي مش مريم كاين حاضر وي كاين حاضر اهلا مريم اهلا انيس وي ما قلتلكش تخت قلت لها قهوش لا لا هي ما قلتلكش شنو تخت لا لا ما سالتنيش ما تفكرش اللي سالتني مش تخدم لا لا ما تفكرش هي اش عرفت عليها معلومات غير اسمها الجميل وصلتها وين بابا وصلتها وصلتها لتجيب وصلت لسنتر فيل وي بيه قعدت نتبع فيها حتى ايش لبرشلونة بو ما نعرفش قصت معايا كونكسيون ما حبش تحكي معايا جو سي با خفت مني ما نعرفش طيلة المسافة من سالامبو لتونس الكلها تحكيه ولا من الاول وبعد سكتو وين احكي ونحكي نورمال عادي نتعرف عليها شو اسمك نصكم كيري يتيم عرفت عادي ما حسيتش هكا تفاجئ منها كيفاش انت هكا داخل فرنسي كما نقولوا محليها خويا كي نقول لك عبد محليه سبحان الله محليه سبحان الله انسان جميل كامل الكمال لله يقول لك كمال لله انا نحكي معاك ونبكي توا طب اقول لك بالحق الكمال ولله سبحان ما نجبتش ننساها اليومين هذا وحتى عرفت بنات بعدها ما نجبتش ننساها تقارنها بهم اكيد الحكايات اللي حكيتهم معايا والفاسون اللي حكيت بها مش عادي عرفتك العبد السيف على الاخر الرسمي بعد عين غرس روحي موت انا انسان ميت عايش في الحياة انا مانيش نتنفس سبحان الله مانيش نتنفس نحس روحي مانيش نتنفس ولا ما عرف انا عارسك وتبعت ومشيت مبعت شنو نزيد نحكي لك حاجات توقف لك مخك اكثر باه يا سيدي وصلت لبرشلونة من بعيد وثم اختفيت يحكي لي بعد اختفيت بعد نهارين والخفيين قبلتها
عم تروحها ما تعرفنيش. قلت لي بون ما تفكرش نسيت. وين قابلتها؟ قابلتها مرة أخرى في المحطة، قعدت نتبع فيها ونستنى فيها، وقوم الصباح نهبت للمحطة نستناها. قابلتها بعد نهارين كفايين من اللي قابلتها المرة الأولى. قابلتها وجيت حسيتها حتى كي تقشط عليا وقت اللي خرجت عليا في برشلونة. شلقت بيك وانت تتابع فيها؟ أكيد وي شلقت بيا، وقالت لي اش تحب عندي اش تحب عندي، وأنا خفت من العرعور وسبحان الله واحد ما نعرفش باش يعمل مشكلة العبد ولا باش يعمل مشكلة مع عبد. نتفاهم هذا مش لوجيك. بعد نهارين وكفايين قابلتها عادي، حكيت معايا حكينا مع بعضنا، وصلتها حتى استجابة مرة أخرى وتبعتها لبرشلونة. وتبعتها لبرشلونة بعد المرة الثانية ما تبعتهاش لبرشلونة، وصلتها للتجاب هي خرجت وأنا خذيت ترا ورجعت نخدم على روحي. وقعدتوا تحكيوا في الثنية زيد؟ قعدنا نحكيوا نورمال وي. بالله أنيس وي خويا، أنت ما كمشيت من الصباح هاك النهارين هذوكم تستنى لين ترا؟ وي نخرج 8 نتاع الصباح من الدار نقعد في المحطة حتى 10 ونص. عديت نهايرين هكاك؟ عديت نهايرين لين خطفت؟ وي. كي خطفت وريتها جاية اش حسيت؟ كيفاش؟ جون سي با، لحمي كله قشعر. نعرفها بالحق، لحمي كله قشعر، لحمي كله قشعر. حسيت هذيك هي المرأة اللي تولمني، حسيت المرة ذيك النجم يكون معها صحيح في حياتي. علاش المرة الثانية ما تبعتهاش لبرشلونة؟ يمكن باش ما نعملش مشكلة معها أكثر. خفت ليصير مشكل تخسرها؟ وي وي وي. عاودت رجعت للخدمة؟ عاودت رجعت للخدمة، وأنا على فكرة الوقت هذاك نخدم في زوج ولا تبكاوي مش طاولة واحدة. وكي تخرج من الخدمة سامحني وقت، ما صاروا لكش مشاكل؟ لا لا. باهي بعد اللقاء الثاني هذا اللي قلت لك نسيتك فيه اش صار؟ قابلتها قعدنا نحكيو نورمال، رجعت تضحك معايا وتلعب، وصلتها لبرشا للتجام وروحت ورجعت للخدمة. ورجعت للخدمة روحي. بعد اللقاء الثاني هذا اش صار من تطورات؟ اللقاء الثالث فما راجل عنده موتور يسكن بحذاها، معناها خاطر انا كنت كيري معناها في الحومه البريسك اللي كيري اللي تسكن فيها هي. اباي اي باي. هي فهمتك واضح. قابلته خارج بالموتور، اي ريتو معناها خرج بالموتور من الحومه هذيك. انا في قهوه قلت له عمان ثم طفله عطيتو صافها وعطيتو اسمها جبيري حتى نلقاو. جاوني برشا عباد، جاوني قريب 6 ولا 7 رجال للقهوة، وجات معاهم هي. غزرت ورجعت على روحي للقهوة كأني شي مصد جون سي باش نوصل. يعني كأنها جابت تكون باش تدافعوا عليها منك حاجة من هكا. خفت كي خرجت ريتهم هما قاعدين، ريتها هي قاعدة، هزيت روحي دخلت القهوة ما نجمت نحكي حتى موضوع. راتك؟ راتني وي وي كما ريتها راتني، جيت لين في لين. ثم؟ ما نجمت نعمل حتى شيء، رجعت القهوة على روحي. اي بعد؟ يومين هذا ما قابلتهاش. هذاك آخر مرة؟ هو ثم مرة بعدها ما نعرفش صحيحة ولا ايه، ما نتخيل ما نعرفش. ريت فما عرس وريت فما هي لبسة ما نعرفش هي ولا مش هي لبسة كتبه تعرس وفما مزود وفما كذا. تعديت دخلت خرجت ما قعدتش نثبت معناها فهمت شو تحكي طبعا عندك متعدي ببارازار من بعد عرس من بعد عرس في النجم تاعهم. في دار هو تاعهم في دار في دار في النهج في النهج في الشارع في النهج اللي تسكن فيه هي. تعديت ريت واحدة تشبه لها بروبة العرس؟ ولا ما قعدتش نثبت خاطر ريت برشا عباد وكذا ما نجمتش ندخل، ماني براني مانيش معناها حوميني معاهم فهمت كيري انا غادي فهمتي ولا ما فهمتنيش؟ وقتاش هذا؟ يا طارق 2006. نفس العام كل شيء في 2006. كيفاش كان اللقاء الاخير رغم اللي انت تعرف يعني الاوقات وتجام وكل؟ اكيد راك عاودت مشيت خاطر استنيت.
بيوم من الايام نمشي ندور في الحومه وحط شاف حسني وشاف نصر وما قابلتنيش قدام خاطر بدلت خدمه معناها كنت نخدم قهوه جنب علي ربي وديت نخدم تاكسيستي هكا وين نوصل للكرم وندخل بالكهرباء عادي سي نورمال معناها طهب تعمل عنينا في الاجار نتفكر اياماتي ونتمنى بالراحه ما مريتهاش واصلا ما نعرفش عليه وين تسكن زاد تسكن غادي عرفت ما عرفتش هذا كله ما نعرفوش هذا كله ما نعرفوش ما لقيتهاش على مواقع التواصل الاجتماعي ما لقيتهاش على الفيسبوك هك السيد اللي بالموتور قتلوا على اوصافها نقل ما عرفش يسكن غادي ولا يسكن في بلاصه اخرى ما بعتش برشا ولا يسكن في البحر الازرق قريته خاطر مره بالموتور أبا ما نجمتش نكلمه خاطر سي بون جو سي با باش نكلمو شنو باش نقولو معناه اي وزيد المره الاخرى جاب معاه شكون فوالا فهمت باش نكلمو شنو باش نحكي معاه فهمت فازا يا ولا كنت في ما فهم شي يا ولا قص مسلسل الرسمي في بالك هذه كان في بالك كان نصوروها في مسلسل حكيت انت تخدم خليت تبق وخرجت تبعتها الرسمي عبيتها يقولوا للسيناريست ياسر خيال يا طارق بالحق حبيتها وكل يوم كل نهارين كل ثلاثة أيام نسكر لحد ما ننسى ما نجمتش ننسى سامحني كان حكيت بكلام صدقاء خاطر قاعد على راديو أما بالحق ما نجمتش ننسى اعتذروا عليك وما عرفتش وما نجمتش نعرف ما نعرفش نعرف عرفت عبد انسان مرسول سبحان الله انسان تبرمت مع عبد عبد غادي عبد في 6 سنين كالي ما نعرفش نعرس اكثر جملة معبر معبر نورمال مو ما نعرفش نعرس نورمال مو معبر الكلمة ولا ما نعرفش ننسى ما نعرفش نحب ما عايش نعرف نحب وفيها هي كنت تعرف تحب حبيتها هي مش فيها هي كنت نعرف نحب انا حبيتها هي كشخص كعبد كعينين كشعر كخشم كفم كورنين كطريقة اللي تحكي بها ستة نورمال ما هيش عادية جملة رغم مش ما انا عارش انا نكبر في الحكاية ما الطريقة اللي حكيت بها ما لقيت حتى طفل اليوم ما هذا حكيت مايك ما حكيت معي هي حد ما قال لك تكبر في الحكاية بالعكس كل كلماتك معبرة ونصور كل من قاعد يسمع توا ولا يتفرج فينا يشوف المشهد متاعك يتخيل فيها بالرسم يا عندي 6 سنين متبلنت في حياتي فما برشا توا قاعدين يتفكروا في بالحق تعديت قدامه واحدة اما ما تجرأش وتبعها و وصل لحكاية ووصلوا تعرف سؤالنا احنا اللي بدينا بيه انيس شنية هل يمكن ان نقع في الحب من النظرة الاولى حجب السؤال حبيتها من النظرة الاولى يحجب السؤال بعدك حبيتها من النظرة الاولى لاننا في عشق من النظرة الاولى حبيتها من النظرة الاولى لو اول انسان يصير لي في حياتي بعد وهو قلبي تسكر ريت وقلبي ما عاش تحس حد شيء الأول والأخير وليك نقول لك ما عاش تحس حد شيء بالحق نتكلم فيك ما عاش تحس حد شيء نحكي معك ونبكي ما نعرفش اسكر قاعد تحسيني قاعد نبكي ولا راجل عمري 44 سنة نبكي كل شيء واصل في نبرة صوتك أنيس كل شيء يبكي من عام 2009 توفيت أمي توفيت بابا ما ريت فرحة في حياتي إلا مع الطفل هذاك حسيت روحي بي بش ناقف في حياتي حسيت روحي بي ربي سبحانه بعد ذيك العبد ذيك بش يدور لي حياتي بش يبدل لي حياتي الله يرحمه يا عشك تشوف روحي اليوم من هذا نحس في روحي ميت وكل يوم نقتل في عرق من عروقي يوميا كل يوم والحمد لله الحمد لله اطلب اتخيلتم الله فسألوه فسألوه البخت ونام بالله زويلي على الاخر والحمد لله ما نعرفش نغدر
واللي قدروني برشا والحمد لله. وتي من عادي يقول عند ربي خير، عند ربي سبحانه خير. أنا ما عارش قاعد نسمع في الكاكا، نسمع في الراديو وهكا جاي في جاي لين في مخي، حبيت نتكلم، حبيت فرق قلبي توصلت لنا. الناس اللي بحذاك في الدنيا حكيت لهم الحكاية هذه؟ ما يهمني حد، اخواتي ما فهمونيش، في بالهم اخواتي دي ما فهمونيش. علاش ما تحبش نعرس ولا ما تحبش نعرس؟ كلمة ورجع رستر حكي لهم الحكاية؟ مانيش وحدي، حكي لهم الحكاية هذه؟ لا لا ما حكيتها لحد، سري سري، هذاك سري. معاناة، هذاك سري، معاناة انك تخفي قصة هي محور حياتك. محور حياتي حبيت نستحفظ بها الروح، يمكن حبيت نستحفظ بها الروح خاطر ما يفهمني حد. وانت اخترتنا على خاطر لا نعرفوك ولا باش نعاود ونجبدولك الحكاية، نعرفوا الشواء هذا انك تختار تحب تحكي حد حكاية، تحكي له حكاية ومعاش تشوفه، تحكيه له ويمشي، فرغ له قلبك ويمشي. وي ولو اني كل يوم نحكي فيها حكاية في الصدر الوحد ما حبش تتنحى من راسي، كل يوم نتفكر، كل يوم تحكيها الروح، كل يوم نحكيها الروح. اخر حاجة نختم بها انيس، لو في حال انه تسمع فينا هذه الملكة، ماذا يقول انيس لملكتي؟ خاطبها، خاطبها مباشرة، قل لها نقول لك قلنا راني حبيتك انت وللمميت نقعد نحبك انت، وحتى كي ما نعرسش وما نجيبش صغار وما ما نهنيش في حياتي في نورمال، حياتي هتتبعين ذاك العبد ذاك اللي بالحق حبيته، اللي بالحق حسيت راح حسيس ما عمري ما حسيتها في حياتي، بيومنا هذا مش حاصل. ونتمنى ما نعرفش، ما نتصورش قبل ما تقعد توا ما عرفتش، انا ما نتصورش، انا حاجات لازم تكون شبه المستحيل كونها مليكه كيما كيكا توا تقعد ما عرفتش. قديش تحلم بها من مره في الجمعه؟ 7 أيام في الجمعه بالحق، 7 أيام في الجمعه بالحق، بالحق 7 أيام في الجمعه. ريت كي نفهمك. إن شاء الله ربي يعطيك لحظات أخرى حقيقية من النظر إليها. نختم بهذه، شكرا لك أنيس، شكرا اللي شاركتنا القصة والتجربة متاعك في كلام القلب. تنتهي القصص بعد قصة أنيس، ولكن موصل معكم حتى للعشرة متاع الليل في كلام القلب. موضوعنا هو شفت شكون مرة وما تنحاش من بالك، قعد راسخ في بالك. أكبر مثال القصة اللي كنا نسمع فيها. نستنيو تليفوناتكم على 58 550 709. حمزة نمرة، سري في بالي، وراجعين معاكم بعد شوي. يا ليلى 9:46 رجعنا معكم في كلام القلب وصين حتى للعشرة متاع الليل. موضوعنا اليوم الحب من النظرة الأولى، كلمونا على 58 550 709. تلتحق بنا صفية زهرة المولي. هلا وسهلا صفية. عسلامة طارق والناس اللي تسمع فينا الكل على EFM أحلى غاديو. تبا الأمور تخي بيان وانت؟ الحمد لله. يلا تتويت نشوفوا المشاهير أو الشخصيات العامة اللي عاشت الحب من النظرة الأولى. برشا قصص حب تبدا تدريجيا وقت اللي زوز من الناس يتعرفوا على بعضهم، وبرشا ناس اخرين يتيحوا في شباك الحب جوست وقت اللي العنين تعشق اللي راته اول مره. وفي حياه برشا مشاهير قصص حب صارت من النظره الاولى، وفيهم اللي تطورت ووصلت مرحله الزواج وما زلت لليوم، كما اللي صار مع الفنان العالمي توم هانكس اللي قابل مرته بالصدفه وصرح في حوار صحفي انه حس بضربه البرق كيف شافها المره الاولى، ووقتها قرر انها باش تكون شريكة حياته، وبالفعل عرس بها واستمر العرس اكثر من 30 سنة.
نفس اللي صار بالنسبة للثنائية جيسيكا بيل وجاستن تيمبرليك، واحد من أشهر وأسعد ثنائيات هوليوود في الوقت الحالي، واللي تقابلوا أول مرة على الريد كاربت في حفل جوائز الجولدن جلوب، ومن نظرة الأولى حبوا بعضهم، والموقف هذا صار عنده أكثر من 10 سنين. وفي العالم العربي من أشهر قصص النجوم اللي عاشوا تجربة الحب من أول نظرة قصة زواج سوبر ستار راغب علامة وسيدة جيهان، اللي قابلها أول مرة في حفلة من حفلاته في الكويت، ووقتها قال الخوه إنه عجبته برشا ويحب يتعرف عليها، والزواج صار جوست بعد 20 يوم من أول مقابلة. النجم عاسي الحلاني كيف كيف حب مرته بعد ما قابلها للمرة الأولى في تصوير كليب من كليباته، وعرس بها بعد فترة قصيرة برشا. الحكاية مع رامي عياش كانت مختلفة على رغب وعاسي، على خاطر السيدة داليدا هي اللي حبته لولا أول ما شافته، ووقتها طلبت من كيلكو زامي كوما إنهم يكونوا واسطة باش تقابلوا، أما رامي ما وفقش ورفض إنه يشوفها. أما نهار اللي شافها صدفة صار انقلبت الموازين وحدث ما لم يكن في الحسبان، وقتها حبها ديريكت. في العادة يا طارق نتعامل مع مبدأ ladies first، أما إن اليوم باش نختم بالجنس اللطيف أحلى. أي قصص الحب من النظرة الأولى ما تقتصرش على النجوم الرجال أكهو، فما زاد نجمات حبوا من النظرة الأولى كما أحلام اللي حبت زوجها مبارك الهاجري بعد ما قابلته أول مرة، واكتشفت وقتها أنه هو زاد معجب بها من فترة، واكتشفت أنه مالك اشترى قنوات الـ MBC أون بلوس. هذوما دونك الشخصيات والمشاهير اللي عاشوا الحب من النظرة الأولى. شكرا لك صفية زهرة المولي، إن شاء الله في كل موضوع نلقاوك تحكي لنا على الشخصيات اللي تعيش الموضوع اللي يكون حديثنا في كلام القلب كما اليوم الحب من النظرة الأولى. راجعين معكم بعد شوية، رغب علامة الحب الكبير، أخذوا معنا راجعين بعد فاصل. علامة الحب الكبير، وصلنا لتسعة واحد وخمسين دقيقة موصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل، ناخذوا آخر تليفون لنا في كلام القلب، وين موضوعنا اليوم هو الحب من النظرة الأولى. شفت حد وقعد في بالك فترة طويلة وما تنحاش، كلمونا على 58 550 709. معنا محمد، أهلا وسهلا محمد. عسلامة أخويا دارك. عسلامة محمد، كداش بتقوي لي أكثر في صوتك. قلتك عسلامة أخويا دارك. هكا ممتاز أخويا محمد، منين تكلم فين؟ من حملنف. من حملنف، مرحبا بيك وبالضاحية الجنوبية الكل، نسلم على الناس الكل يسمعوا فينا في حملنف. قداش العمر محمد؟ والله 35 سنة. بيه احنا موضوعنا حب من النظرة الأولى، أو شفت حد قعد في بالك برشا رغم اللقاء الوحيد. أنت أكيد عشت حاجة من هذا القبيل، فمن أين تبدأ القصة محمد؟ والله يا من عرفت كيف بس نجم نحكيها لك، نحكيها لك بشوية من وزيعة كان شوية في كرسي السارة. يلا عنا 8 دقائق نحاول نحكي فيهم القصة كاملة. والله يلا مسيت تكيت المرة اللي أنا كذوما الجمعة اللي فاتت، مشيت للطبيب يعني ثلاث بيتارة ذان تاع الياسمينات. هاي مستشفى الحروق؟ الياسمينات. الياسمينات بيه؟ يا حسير زارت لك شوية وزيعة في كرشي، مشيت للطبيب يعني عادي. هاي نعرف خلت عادي تكيت عادي يعني مسمى حتى مشكلة. في لحظة كي ما نعرفش نحس في واحد عيط لي كي نجيب هذاك يعني باش ندق عليه. هاي قلت مشيت لقيت على الباب نورمال على السلامة، قلت لي استنى شوية، قعدت نخزن انا استنى شوية، استنيت شوية خرجت قلت لي تفضل ادخل حسيت شافتني. هاي قدرت لي قلت لي نعرفك، قلت لها انا نعرفك زادة، عرفت فما حاجة كنت اكثر بينات هي عيتت لك نعرفك. هاي قلت لي نعرفك، لا هي قلت لي نعرفك. هاي وانا زاد قريت اسمي ما نعرفش، قلت لها نعرفك حتى انا زاد، قالت لي لا. اي ما نعرفش، حبيت نشد لها يديها قلت عليها نعرفها عندي برشا، فهمت كيفاش نسال نحبه نلوج عليها عندي برشا ما قابلتوش يعني. حسيت ارتباط غير عادي معاها من اول لحظه. والله بالحق قسم بالله قلت لك هي تخزلي تقول لي يعني نعرفك، وحسيت له نعطيك انا ما نجمش نوضح لك باش ما تظهرش الصوره، اما عارف فما حاجه صارت ريت اسنين فما اباريت كسرت رقد اسم المرمى على الاستقرار،
تقرا الحاجه اللي باش تعدل عليها فهمت؟ اي قلت لها يعني ما نعرفش انا حكيت لها يعني قلت لها فما حاجه تربطنا بعدنا قالت لي فما حتى انا نستنى فيك اليوم قالت لي نستنى فيك راني اليوم قلت لها كيفاش عرفتني اللي انا باش نجي نعدي غريبه فما حاجه يعني اقسم بالله قلت لك والله هي تسمع فيك سيدي جا يعني تخدم الليله تودي لحظه مشيت للسبيطار لطف عليك كرشك توج تعديت على على بيت بعد رجعت حسيت كأنه فما حاجه تعيط طبيبه يعني طبيبه طبيبه قالت لك كاني نعرفك قلت لها حتى انا كاني نعرفك حتى انا كيك قلت لها كاني حتى انا نعرفك بعد قالت لك قالت لك راني ما عرفش مريض يعني كاني ما عرفش مريض خويا طارق فهمت بعد قالت لك انا راني نستنى فيك من الصباح باش تجي اي قالت لي نستنى فيك من الصباح راه فما راه فما شكون قالت لي راه فما شكون يعني قال لي راه انت باش تجي اليوم و وصحتك هذيا وبنك وكل شيء فهمت؟ اي يعني هي تستنى فيا خويا طارق فهمت؟ باهي بعد هالكلام هذا المنعش منذ اللحظات الاولى. اي وهي عصيرو. تسمع فينا تو اي قل تسمع فينا سيدي جا اي عصيرو قلت لها مازالت ناخذ نمرو قالت لي بالطبيعه تفضل او نمرو يا خويا هي تستنى فيك باش تجي عاد بالطبيعه لا تستنى في انا صاي ماني جيت خويا طارق فهمت؟ أيه؟ اما تستنى يعني هي يعني على فاس فما شكون قال لها راه باش يجيك واحد اليوم هكا وهكا وهكا باش يجي لك الستار فهمت وشكون اللي قال لها باش تعرف عليه وباش تحبه دقيزة والله عرفها باهي نوعا ما كيف هكاك ولا سمعت الابراج مع مدام ليلي الحب جايك الليله يا ريت اسمي اي اخضر هي مواكبه انا وهي يعني ريت اسمي مغرومين بالابراج ومغرومين الحكايات هذه الكل يعني متاع قالوا لها يا برج كذا جايك اليوم الفارس صحيت هكاك لغه فارس بالحق رجال ولا نحكي لك في حاجه ريتك هي بالحق قسم بالله ولا مش عادي ريتها طويكة صارت حاجه يعني نهارين هذوم شنو عرفت انا لحظه ساعه كمل لي السبيطار خلينا نمشيو ترتيب زمني صحيح داويت روحك غادي الحمد لله خرجت لاباس خذيت نمرو وروحت هي ما عادش فما وجيعة راه نحس خذيت نمروها وروحت روحت على روحي عملت لها يعني خلقت للدار قلت لها تكلمت قعدنا نحكي قالت لي راني نستنى فيك وراه هكا وهكا يعني نستنى فيك قالت لي على اساس يعني انا مرض في الساعة هذيك كان بجوز باش نمشي نشوفها هي في السبيطار نعرف ملا سرعة في تسلسل الأحداث إي قلت لك والله والله ريتني تحب حتى ريتني ما نعرفش أنا بعد الفيديو بعد هيك هي يعني تحكي لك يعني الحديث هذايا بالضبط هذا اللي نحكي لك فيه بعد ما حكيته في الليله ذيك بالتليفون باش حاولوا نسرعوا لذيق الوقت بعد ما حكيته في التليفون ايش صار من بعد؟ ما قعدت هيك ريت اسمي مش نقول لك نعرس انا فيسع زربنا على اساس حتى دارهم باش نحكي معها على دارهم فهمت؟ اي باش نحكي مع دارهم يعني كل شيء نحس فيه عرفت اسمي عندنا برشا مع بعضنا حكينا عنا بريود كبيره مع بعضنا ما عرفت نحبها ليك هي يعني شاطري الاخر قديش عنده النهار هذا؟ هذه عندها ليلة جمعة عندها قياسك جمعة عندك جمعة؟ شفت امرأة اليوم تقول عليها شاطري الاخر قلت لك بالحق شاطري الاخر مش امور مش نقول لك مش واحد يبالغ مش اول ما عرفش انا مش واحد ما يعرفش يعني بالحق تقول الشطر يصير 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 يكمل فيها هي وهي تعتبرك اكثر من شطر 75% هي مش نقول لك انا كيف هي تعتبر روح يعني الروح يعني انا وهي فرد روح يعني انا كملت لها روحها هي امها متوفيه الله يرحمها الله يرحمها يعني قالت لك عرفت يعني بالحق تحس اللي نحسه وانا قاعد احس فيها الكلمه اللي مش نقولها انا تقولها قابلته يعني في الجمعه هذه قلت لك غدوة صباح أول لقاء بعد السبيطار بعد السبيطار أيا مادام احنا خلطنا الآخر الحصة شي تقول لها قبل اللقاء الأول المبرمج بربي باش نقول لك على حاجة قل لي تعرف أنت وقت اللي قبيلتك قلت تحكي مع كنت تحكي قبيلتك شوية قلت لي قلت سعية زي آخر تليفون بالحق ريت أسمية وقلت أنا كان بالحق مش متعدد قويك يعني مع طارق بالحق يعني ريت اسمية مش مكتوب باش انا وياها نوصلوا لحاجه
نعرف أخذ آخر تليفون يعني. كان تعديت يعني رقم مكتوب. يعطيك الصحة يعني كيف قلت أنا آخر بكتاب من نجمش نحكي في الراديو يعني آخر أمل يعني نخذله أنا في العنقود الأخير. صحيح. وختامها مسك. محمد. شي تقولها الانسه هذه وانت باش تقابلها غدوه في اول لقاء مبرمج ابار الاخر اللي برمجته مدام ليلي نحكيوا على هذا انا تعرف نقول انا أي. انا ما جيت نقول على هي اي 30 ثانيه عندنا محمد 30 ثانيه نقول لها كان يعني انت بالحق ريتني كما بنينا صوره يعني اللي احنا تخيلناها توك اللي ما تعزوم اللي انت انتي وانا انتي عشان ربي يدق علينا الستر وقربنا لبعضنا ان شاء الله كان انا بالحق نوصل نهارك باش نوصل نبكيك ولا باش نوجعك ربي انا سال ربي بعدني عليك باش انا ما نبكيكش ولا انا جا ريت عشان باش انت ما تبكينيش ان شاء الله ربي يفيزك يفيزك كيما حاسس كيما تلاقينا في تعفيفه انا ربي يجمع قربنا لبعضنا كيفيفه كان باش نوجعوا بعضنا ان شاء الله ربي يزيد انا بعد ربعنا في تعفيفه ان شاء الله ربي يجمعكم في الخير محمد ربي. شكرا لك وين السبيطار هذا بلا خلينا نمشي اخويا اللي فيه حب من النظرات الاولى هذا مش بمشي واللي عرفت انت ياسمينات شكرا لك ياسمين روح الزيده المريض يمشي غاديك يرجع قلبه يدق يا اخويا باش نمشي انا ما عندي شيء باش نمشي نعدي شكرا لك سي محمد شكرا للناس كل كلمتونا من 8 ل 10 نتاع الليل كان معنا امير في الاخراج سفي زهر المولي في الاعداد وائل سويح في الاي اف ام تي في حنتقابلوا غدوه في نفس التوقيت خليكم مع جيان في الميتيو ثم الاخبار الى اللقاء تشاو تشاو